أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. لحق سام، في دكتور واقف على الباب عبوس صدرنا ناخد لقاح الكورونا. شو هتجبوا؟ قولك أنا ما رحت على المشفى عشان ما أخذ اللقاح، بخاف من قبري يخرب بيتكم. وين هالله؟ كانوا واقف على باب الصاله، دخلته على الصالون قلت عيب. ولك انت مين ضربك على قلبك؟ قال لك تدخله تضربه لجوا على الصالون يخرب بيتك. ماشي بسيطه، انا رايي تصريفي روح من خلتي، انت روح خرب بيتك من حالك. لو سمحتوا كل الاشخاص الموجودين هون بالبيت يدخلوا عندي كل واحد لوحده على الغرفه عشان نبلش باللقاح بسرعه. قولي ليش كل واحد لوحده؟ ايش في تحقيق يعني؟ قولي انا بخاف من الابره. انا صار لي شهر بيجي بدق الباب ما بفتح له الباب. مين الغبي فيكم اللي فتح له الباب؟ انا بفرجيك يا مجوده، طول بالك او عبده. يلا ادخل بلش تاخذ اللقاح، لو وقت ما اروح انا اخبر الاولاد. انا برايي ادخلي انت اول شيء وانا بروح بخبر الاولاد. قولك يلا خلصونه، مفكرين انا ما عندي غيركم يعني، بسرعه شوي لو سمحتوا. قولك تدخل تضرب على قلبك، خلصنا بقى بدنا نضل عم نعزم بعض. نحن ايش عازمين بعضنا على العشاء؟ يا رب يا رب، اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. اني سحدوج، جهزي حالك، عملتي حالك عم تدرسي هلا؟ جهزي حالك، الدكتور هون تبع اللقاح، كلياتنا بدنا ناخذ لقاح الكورونا، جهزي حالك. شو؟ انا ما بضرب ابري، مستحيل اضرب ابري، انا اذا بتعوضي راسي ما بضرب ابري. لا بدك تغذيها للابري، فهماني ولا بفهمك انا؟ امي ولدي. دقيقا ولي. ولي دقيقا ولي. اللي بعده. يلا خدوج. قومي ادخلي انت ولا ابوكي. يلا لا لا امي قومي ادخلي انت. لا والله ما بصير كرمال واجبك امي، وصرت تفهمي بالواجب هلا؟ بسيطة رايحة ادخل انا، شو بدي اطول يعني، خمس دقايق دورك بعدي مباشرة. جهزي حالك. انا لازم اتخبى عشان ما يضربوني ابري. بابا بابا منيح انت هون، شلون قلي الابره بتوجع شيء؟ بابا مين؟ انت مين؟ انا مين؟ ولك نحن مين؟ الله يبشرك بالخير، لا الظاهر ما بتوجع طاول، الزلمه صار يهلوس. قولولو قولولو قولولو. اللي بعده بسرعه. انا رايحه. ادعوا لي يا جماعه. لحظة، لو وقت ما اقطع اللي ما اشترك بالقناة يشترك بالقناة، واللي ما حط لايك حط لايك يخرب بيتك. قولي معلم استنوني تحت، ما بتأخر عليكم، جايكم مباشرة. يلا يلا سلام. اوف ليش تأخروا كل هاد؟ أكيد كون الدكتور راح، أكيد كون راح. قولي قولي دقيقة قولي قولي مين طفى الضو؟ يلا يلا صار دورك بسرعة. يلا قولي أكلمك نادر. أنت ما بدك تجي خليك، أنا بجي لعندك. لا لا أجي أجي، ريح حالك ريح حالك أجي. وهيك بنكون خلصنا كل الموجودين، تم حدا بالبيت ما أخذ لقاح؟ وليد أخيكم إيه في لسه عبادة. ووينو هاد؟ ليش ما طلع؟ بهي الغرفة، دخول علي انت مباشرة. مين انت؟ انا الدكتور بدي اعطيك اللقاح، صار دورك شمع عن ايدك. ارجع لورا، ارجع لورا برأسك، انا ما بدي اخذ لقاح، انا يا اخي ما بدي اخذ لقاح، انا مكيف بدي اخذ مرائي شيء. عبادة شمع عن ايدك، كلياتنا تلقحنا ماضي غير انت. عم بقولكم ما بدي، انتوا اخذ مرائي شيء. شيء الظاهر ما راح يمشي الحال غير بطريقتي انا. لحظة اقولكم ليش ما بدي اخذ لقاح؟ ايه لانه عندي قريب، لانه عندي القريب والمقرب ما بصير ياخذ لقاح. مقرب؟ ممتاز، هي الدكتور هون، دكتور شوف عليه وقلنا ليش مقرب؟ قولي لشوف، ايش عم بصير معك؟ ايش بدي الله الله ان شاء الله طهي.
ايه عباس خون، عباس خون وعبدوخ ومعدتي عبد العي كثير سخونه، وعبدوخ ومعدتك عبد العي ايه معروفه. مبروك ابنكم حامل. نعم شو حامل؟ يخرب بيتك والله يا قلبي كان حسس، قلبي كان حسس في غلط بالموضوع. ولا طول بالك انا حامل ما حامل، انا حامل، انا شايف سنتي حامل يعني. ايش الدكتور من المشفى مجانين جايبه انت؟ دكتور دكتور كشوف على السوا، كشوف على السوا يخرب بيتك وانا حامل ما حامل، كشوف على السوا. لا هيك ما بصير، اذا كل واحد بدي يحكي انا ما راح اعرف اكشف. يلا ابني قول حا قولي يلا حا حو حو حي حي تفاحي تفاحي تفاحي. البابا هذا دكتور الخضرجي، ايش معرفني؟ بس شكله هذا بعد الدوام عم بيشتغل خضاري. لو سمحتوا لو سمحتوا هيك احنا ما رح نعرف تشتغل. يلا شوف طلع فيني واعمل عيونك هيك. يا صبر ايوب يا صبر ايوب. ها يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك كل هاد. ايش في دكتور؟ لعبتنا هيك ما رح نعرف نشتغل. لو سمحتوا طالما برا اتركوني مع المريض لحالي اذا سمحتوا. مثل ما بدك مثل ما بدك. داعي عبيدة امشي داعي. ابقى فهمنا دكتور ابقى فهمنا ايش عم بصير. وسكروا الباب لكم سكروا الباب. ايوه يا عيني عليكم ممتاز. بقينا انا وانت بس. هات شوف احكي لي ليش عم تكذب وتوعي اهلك انك مرضان وما فيك شيء؟ شو؟ كشفت يعني؟ ما في امل طاول؟ اسمع دكتور بما انه كشفت وانكشفت، اولا دقاح ما بدي اخذ شال تشيله من مخها، ثانيا رفقاتي عم يستنوني هلا تحت بدنا نروح، وانت بتعرف لمه شباب وما لمه شباب وعلى كيف كيفك يعني وفهمك كفايه، واهلي ما عم خلوني اطلع والباقي عندك. ايوه شيء حلو. طيب يا فهمان اذا انا هلا رحت وقلت اهلك انك مريض هيك هيك ما حيخلوك تطلع، ايش رح تستفيد؟ هي بقى شغلتك، بدي اياك تظبطنا اياها بمعرفتك. بدك يعني اكذب ولك؟ انا دكتور ولك بعرف دكتور، دكتور كمان لك دكتور انت ولانك دكتور مزوق. اي هديه لك. شو هاد؟ 100 ليره وعم ترشيني كمان؟ لك وسمعتي؟ سمعتك؟ الله انت كثير سائل على سمعتك. ماشي يا سيدي ماشي تفضل. وهي كرمال سمعتك هات تشوف كمان 100 ليره. لك بس ما حلو بحقي يعني لابس قميص دكتور وحيطت ومضبط اموري. لا بقى انت بدك تلهبني ما في كلام مسوك. يخرب بيتك شدك بطموطي مسوك. هي كمان كمان 100 ليره. ولك بحبحهم شوي بحبحهم شوي سيد راسي مو حلوه كرمال الدكتوراه تبعي. ولك شهادتي انا برايي اعطيك كل النصات اللي معي تبعات الطلعه وخلاص مسوك مسوك. هات فرجيني لاشوف. لا 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 الظاهر ما راح يمشي الحال. وليش ما راح يمشي الحال؟ شرف المهنة ولو شرف المهنة. ولك ليش انت عفت شي من المهنة؟ ولك انت المهنة كلها يا تبا الهموطي يخرب بيتك مسوك. ما بقي معي غير هي. بتحب تاخذها وتتمع السكرت كان بيها ما بدك. هاتهم كلياتهم بطلت اروح بدي اتقح. ايش رايك بقى؟ هات 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 تاكلهم خلاص انا بظبط لك امورك هلا. وينكم يا جماعة؟ تفضلوا. ايه دكتور طمنا طلع حامل. مين قصدي ايش طلع معه؟ الصراحة انا ما كنت بدي اخوفكم طاول بس ابنكم صاير معه حاله نفسيه كبيره داخل باكتئاب لدرجه مزمنه جدا. كل هاد ايه وش الحل؟ انا بصفتي دكتور بقترح عليكم تغيروا له جو. ولي راسي دخيلكم ولي ولي عم بموت ولي. قول لهم خلي يروح مع رفقاته. قول لهم خلي يروح مع رفقاته. ايه ولازم ولازم يطلع مع رفقاته. لازم يطلع مع رفقاته ويغير جو عشان ينبسط وتروح عنه حاله الاكتئاب وبتعافى ان شاء الله. شو كل هاد طلع مع عبادة؟ اسمع عبادة مباشرة لا ولا كلمة بتدق لرفقاتك هلا وبتروح تطلع معه مباشرة. عم تحكي عن جد؟ طبعا اطلع وغير جو مع رفقاتك حتى اذا بدك مصاري مسوق هدول مصاري تبازا. اوف لك وين راح هاد؟ انا رايح مو انت قلت لي روح؟ يلا سلام. اي لا 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 شكله راح يتعافى شكله راح يتعافى ابنك ان شاء الله تعافى بسرعة انت بس عيد فيروح ينبسط. هات اشوف حيسبنا حجي. اخ يا حشرة مجرد بس بعت مسيرة رفقاتك صرت منيح وما فيك شيء. بسيطة انا بعرف شغلي معك. تفضل دكتور تعال عشان حيسبك تو. خرب بيتك انت التاني. يا امي لو تشوفي ايش شفت انا على الستوري. ايش شفتي؟ وان ستوري؟ قولك ستوري فيه ولا عبادة؟ عبادة رايح مع رفقاته على القلعة، لا عنده اكتئاب ولا عنده شي ولا له مرضان، كان عم يكذب عليكم.
اه يا حقير، انا مفرجيك يا عبادة. لحظة، انت ومنين جبتي رقم تليفون رفيقهم؟ صدفة يا الله على الصدفة، بس صدفة اجى على تليفوني، شلون اجى ما بعرف. هلا انت كنت شوفي الستوري، ليش عم تدققين كلمة خدي؟ هاتي لعندي، هاتي لاشوف في خرب بيته. ولك انا ايش سمعت؟ مزبوط عم تحكوا انتو؟ مثل ما سمعت يا استاذ يا محترم، ابنك الفهمان ضحك علينا كلياتنا. لك ما هو المشكلة؟ المشكلة شلون الدكتور صدقهم؟ ومين قال لك صدقهم؟ اكيد الواطي كان عم تعامل معه، لانه هذا الدكتور قال لي 200 ليره كشفيه ما برضى. لما طلع سالته ايش قد بدك؟ قال لي ايش قد بدك اعطيني؟ شفت اعطته 100 ليره قام رضي. اكيد الواطي اخذ مصاري من عباده حتى رضي. اسمع لك، طالما كل شيء انكشف وصار على المكشوف راح نكمل الخطه بس على طريقتنا نحن. انت هلا مباشره بتروح بتدق للدكتور بتقول له عباده رجع مرضه بسرعه، هلا بتجي لعنا بتجيبها الدكتور مباشره، وانا بعرف انتظر عباده بس يجي ومنكمل الخطه. امشي. ولي شكلهم نايمين. منيح مرقت على خير. اها ها او جو جو اغا غا او هو هو اها ها. الحمد لله مرقت القصة على خير، ما حدا حس علي طويل. ما حدا حس عليك، ما حدا حس عليك طويل. حيوان حيوان حيوان. كملت أبو عبادة، فرجينا بالله المفاجأة تبعيت عبادة. شو؟ لسه في مفاجآت؟ ولو ليش انت مبارك شفت شي الساعة؟ طول بالك. الله 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 هو أكبر. كشفت انكشفت 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 يخرب بيتك فضحت. الله يوفقك. انتو اكيد فهمانين الموضوع غلط. لا 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 لا، نحن اكثر الناس اللي فهمنا صح، فهمنا كثير 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 صح. شيل هاد على روحك. اول انا بضحك على الناس، تيجي انت تضحك علي؟ تخرب بيتك. لحظة، انت وين رايح؟ تعال هون. ايه وين بدك تهرب؟ والله لا تاكل قتل.